قعدي قعدي تحتي هاج قومي. شكو والله الست نيفين استوها رجعت طقه وطقه بحذائها باوعت طلعت يمن طالعه هي وخالد عيني وانتي نايمه وما تدرين وين كانوا؟ وانا ايش مدريني وين كانوا قابل كنت وياهم؟ نامي نامي نامي. يعني شنو؟ راح تبقين حابسه نفسك 24 ساعة هنا؟ ما جبرتش تبقين وياي يا خالة. إذا ما أبقى يمك وين أروح؟ أمل كارهتني وسوسن أنا بصراحة ما طايقة أشوفها. يعني لو ظليت هنا أو طلعت راح تظلين وياي. إي بس نطلع برا بالحديقة ببالكون نشرب فنجان قهوة أحسن من هالقعدة. ما أقدر أحط عيني بعينهم بعد اللي صار خالة. غلط. هيك تحسسيهم انه انت حاسه بالذنب. ابنهم هو الادبسز وهو اللي غلط وياك، انت ما سويتي اي شيء. صح، بس مو هسه، ما اقدر. اذا ما تقدرين لا خذي لك حبايه الدواء، بلكي تهدئين. حسي بي يا خاله، حسي بي. لو ما حاسه بيك شنو اللي مبقيني بلبنان؟ لو ما كرامتك ادوس على كرامتي واتحمل الاهانات من امل؟ بس الله كبير. قومي. انت وبي اغلى شيء بحياتي. انا بعدني ما مستوعب ان انا اب. سمع بيك شو عم بيقول؟ قال هو مش مستوعب. شو بدك تقول له؟ انت اغلى من حياتي. اليوم صرت أنا الدخيلة. ما أريد أرجع أقول نفس الكلام اللي أنا قايلته مليون مرة. وأنا لا أريد أسمع ولا أحكي. صري ذكية. جيب الطفل خليه يمج حتى هو يجي ويشوفه. شنو الفائدة؟ نسيتي من أول ما أعلن زواجه من عندها قام ينام يمها بالليل؟ يعني حيجي ويشوف الولد ويرجع يمها هم. المشكلة بالتفاصيل، بشنو تهمه لو ما هو مهتم بالأمرج؟ كافي خالة. شفتهم بعيوني. عائلة سعيدة وفرحانة. ما لي أي مكان ببيناتهم واليوم صرت أني دخيلة عليهم. أنتي هم صري أذكى من عدها. جيب الطفل خليه يمك حتى يجي يمك يشوفه. وشنو الفائدة؟ نسيتي من أول ما أعلن زواجه من عدها قام ينام يمها بالليل؟ يعني حيجي يشوف الولد ويرجع يمها. بس أنت بشطارتك تقدرين تخليه بس يدخل الغرفة بعد ما يطلع بأسلوبك أكيد. وشوية شوية راح يرجع يتعود يصير مثل قبل. وأحسن ضاقت مني زوجي وهسه تريد تبوق أمي. جدتي كل عين واقعة قاعدة ترضعها قدامي وأني ما أقدر حتى ألزمه. عرفتيها وياه؟ خالتي طلبت مني أطلع. شو أسوي؟ ساعديني. لا تنقهرين ولا تبقين ضعيفة. ألف مرة قلت لك. يعني إذا خايفة على ابني أصير ضعيفة؟ إي أكيد ضعيفة. بضعفك خليتيها تاخذ خالد من عندك، وإذا بقيتي هيك راح تاخذ حتى ابنك. أنا اللي انطيتها خالد؟ ليش أنا وين غلطت؟ كل شيء كنت أسويه كان من تعليماتك ونصايحك. ها هسه الحكي اختلف. معناها أنا دا أنصحك بشكل غلط، يعني معناها أنا مالي لزوم بحياتك. خلص حبيبتي، أنا من اليوم بعد ما أتدخل لا بحياتك ولا بخالد ولا بابنك. روحي انتي حافظي على ابنك. خالة لا تحجين وياي هيك. انا ما قصدت. ما تلوميني زينة؟ شلون تريدين احكي وياك؟ خالة انا احتاجك هسه اكثر من قبل. اريد اخسر كل شيء. ما اريد اخسرك انتي هم. قاعدة حبيبتي اهدي اهدي وفهميني شنو اللي صار. قلت لك قبل شيء انه هيدا احلى شيء بحياتي واغلى شيء على قلبي وانه اجمل هديه حصلت عليها. وانا قلت لك ايش قد احبك؟ ايش قد احب تفكيرك؟ انت حياتي. روحي دوقي الباب عليهم، قولي لهم اريد اشوف الولد، سوي بيها مثل ما سويت بيك. يلا قومي. ما اريد. اوكي خليش لعد نايمه على جروحه وساكته. ما اريد ازعجل خالد. شنو عيني شنو؟ ما تردين تزعجين خالد؟ على اساس هو ماكو هيك مفكر بانزعاجك لما جابها ودخلها بنص غرفتك. كافي عد خاله. هاي شنو تتعصبين علي؟ ليكون ناوية تسمعين كلام هالسوسن وبعد ما تأمنين بيه. وما ناوية على أي شيء، أروح أنام أحسن لي. سوي مثل ما دا أقول لك. تصبحين على خير. لا تضوجين ولا تتعصبين وداعتك إلا أدفعها ثمن غالي. لا خالة لا، ما أريد أذيها، أخاف يصير شيء لبني. لا تخافين حبيبتي، هاي مثل البزونة بسبع أرواح، إلا أعلمها وأربيها شلون تتعامل ويا أسيادها. ومنو هاللي تريدين تربيها ست أميرة؟ كنت أحكي ويا زينة على مود بنية جيراني بالعراق يعني مسوية مشاكل، فدا أقولها بس أرجع راح أربيها. عظيم، لا كل ما رحتي للعراق أسرع، كل ما ربيتيها أسرع. دا تطردني؟ أنت دا تطردين نفسك. خالد؟ عفري ماما، أني أحكي وياهم. ماما ما يفيد الحكي، حكيت وياها 100,000 مرة. خالتي ما لها دخل، ما أريدها تعوفني. واضح. أنا مو خبيثة. أنا دا أحاول بس أدافع عن حقوق زينة. إذا تريدين تحميها، لا تسممين أفكارها. سمعتي ابنك أمل؟ شفتي شلون طردني؟ ما حاولتي تردي بولا كلمة. خلاص. أنا من هالدقيقة بعد ما راح أبقى دقيقة بهالبيت.